بكرة الهلالي يرفع كرة ديريا. لانغوالا ما لانغوالا ما يسجل الهدف الأول للدفاع الحسني الجديد عن طريق كرة عرضية ارتقى فوق الكل. هنا عبد الحق بن الشيخة يحاول تهدئة اللاعبين وتهدئة الطاقم التقني. إذا هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء لصالح فريق الدفاع الحسني الجديد. وفرحة فرحة للعناصر الدفاع بهذا الهدف. إذا هدف، شوفوا بكرة الهلالي كيرفع كرة عرضية ولانغوالا ما فوق الكل يرتقي ويسجل هدف كرة راسية فوق اللاعب بالمعلم. وهذه من بين نقاط ضعف خط دفاع فريق الرجاء هي الكرة العالية.